معانا ومعاكم النهاردة فيديو جديد ومميز من معرض منزلي للأدوات المنزلية. هنستعرض فيه مع بعض أسعار كتير من المنتجات من شغل المركز التركي، من مجات لكاسات لكوبايات. تشكيلة جميلة جدا من المركز التركي متوفرة عندنا بفضل الله في معرض منزلي للأدوات المنزلية. بس في البداية لو انتوا أول مرة تشوفونا، فاحنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية متخصصين بكل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المنزلية في البيت عندك. بنقدم لك مجموعة من الريفيوهات والمراجعات لكتير من المنتجات من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية منزلية. فلو انتم مهتمين بنتمنى نعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل جديد. بنشحن منتجاتنا لجميع محافظات الجمهورية. ويلا مع بعض نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله ونشوف مع بعض أسعار أدغم الكاسات والكوبايات والمجات اللي موجودة معانا النهاردة أسعارها هتكون كام. أول شكل معانا النهاردة طقم شوبات مكون من 6 قطع، شوب نوفا بسم الله ما شاء الله جميل جدا وشكله شياكة جدا، سعره الحالي 250 جنيه. تاني شكل شوب معانا هو الشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله عليه جميل جدا، سعره الحالي ب 300 جنيه. الباكت مكون من 6 قطع. بعد كده معانا مج ميلة زي ما انتوا شايفين كده، شكله جميل برضو مكون من 6 قطع بألوان جميلة جدا، سعره الحالي ب 210. بعد كده عندنا شكل تاني من أشكال المجات، الشكل اللي قدامكم ده سعره الحالي 220 جنيه أزيد 10 جنيه من مج ميلة اللي انتوا شفتوه أول شكل معانا. بعد كده معانا شوب كاري شكله جميل جدا مربع، سعره الحالي ب 250 جنيه الست قطع. بعد كده معانا ومعاكم شكل المج اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله عليه، المج ده سعره الحالي 275 جنيه مكون من 6 قطع. بعدين هنشوف مع بعض شوب ليما سعره الحالي ب 250 جنيه مكون من 6 قطع وبأشكال ورسومات جميلة جدا زي ما هو واضح معانا كده ما شاء الله. نشوف كمان مع بعض المج اللي انتوا شايفينه ده، المج ده سعره الحالي ب 250 جنيه عندنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية. بعد كده معانا كاس أكواتيك وشوب أكواتيك، الكاسة عامل 250 جنيه اللي هو القصير. بعد كده معانا الكاسة الطويلة منه أو الشوب الطويل منه سعره 275 جنيه الستة باكت ب 275 جنيه. كل الأشكال اللي شفتوها معانا النهاردة بأسعارها بفضل الله متوفرة وموجودة عندنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية. عنواننا المنيا ملوي شارع 26 يوليو معرض يحيى الفحار للأدوات المنزلية. بس خلينا نكون صراحة معاكم، الشحن هيكون صعب للكاسات دي ان ممكن تتكسر، لكن لو حد طالب مننا اوردر كبير ومعاه منتجات تانية فان شاء الله نقدر نشحله شغل من الشغل اللي عندنا ده. متوفر عندنا جميع المنتجات بفضل الله. برضو الاسعار دي احنا بنعرضها للتوعية عشان لما تنزل تشتري اي حاجة من السوق تكوني عارفة السعر الاصلي للمنتج بكام، ومحدش يغشنا او يضحك علينا في السعر للمنتج اللي احنا هنشتريه. لو عجبكم الفيديو بنتمنى نعمل لايك للفيديو، لو اول مرة تتابعونا نتمنى اشتراك للقناة، فعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد. اي استفسار عن اي منتج سواء في الادوات المنزلية او الاجهزة الكهربائية المنزلية اكتبوا لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله مش هنتأخر عنكم في اي شيء بامر الله تعالى. صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير من معرض منزلي للادوات المنزلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.